قصة بداية الخلق، سيدنا آدم عليه السلام. الجزء الأول من القصة خليكم معايا. اللي لسه ما اشتركش في القناة يضغط على زر الاشتراك الأحمر ويفعل الجرس علشان يوصلوا منا كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد أكبر عدد من الناس. قبل ما نبدأ بقصة خلق سيدنا آدم عليه السلام، هنقول إزاي الكون اتخلق في الأول. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء ولا معه شيء ولا غيره أي شيء. أول حاجة اتخلقت هي الماء، الماء الأول وبعده كل حاجة تانية. بعد المية ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش، عرش الرحمن، خلقه على الماء. وربنا قال لنا الكلام دون في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، كان عرشه على الماء. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. بعد كده خلق الله القلم وأمره أن يكتب، فكتب القلم كل حاجة هتحصل في الكون من بداية الكون وبداية خلقه وحتى قيام الساعة. بعد كده خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، وكانت الأرض طبقة واحدة ففصلها الله عز وجل إلى 7 طبقات وثبتها بالجبال، وخلق فيها البحار والأنهار والأشجار والثمار، خلق كل شيء موجود على الأرض. الكلام ده كله حصل في 4 أيام. وبعدين خلق ربنا سبحانه وتعالى السماء، واستوى سبحانه وتعالى على عرشه فوق السماء. كانت السماء برضو طبقة واحدة ففصلها الله عز وجل وخلاها إيه؟ 7 سماوات. خلق السماء خد له من الزمن 2 يوم. بعدها خلق الله سبحانه وتعالى كل الأشياء اللي موجودة في الكون، الشمس والقمر والنجوم وكل الأشياء اللي موجودة في الكون. بعد كده خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة، وخلق الملائكة من النور وأسكنهم في السماوات. ثم خلق الله تعالى عالم الجن وخلقهم من نار وأمرهم أن يعبدوه وأسكنهم الأرض. الجن خلقوا قبل سيدنا آدم بحوالي 2000 سنة، وفي أغلب الظن أنهم في الفترة دي وفي السنين الكتير دي اللي عاشوا فيها على الأرض كانوا مفسدين جدا في الأرض. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق آدم وذريته ليعمروا الأرض، استغربت الملائكة وقالت لربنا سبحانه وتعالى على سبيل الاستفسار: أتخلق فيها من يفسد فيها ويقتل ويسفك الدماء؟ لأن ده كان نابع من توقعهم إن المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخلقه هيعمل زي الجن ويفسد في الأرض زي ما هم فسدوا في الأرض. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. بداية خلق سيدنا آدم كانت إزاي؟ أخذ الله سبحانه وتعالى قبضة فيها من كل تراب الأرض، من كل ألوان تراب الأرض، الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. علشان كده الناس طالعين مختلفين، مش بس في ألوانهم كمان في طبائعهم، منهم السهل والصعب والخبيث والطيب. خلط الله سبحانه وتعالى التراب مع الماء فأصبح طين. فكان آدم في أول خلقه على شكل الجسد من الطين اللزج لا يتحرك. الطين اللزج تحول بعد كده إلى طين أسود، والطين الأسود ده نشف بعد كده وتحول إلى صلصال ناشف جدا يشبه الفخار. ترك الله آدم فترة من الوقت على هذا الحال حوالي 40 سنة. كانت الملائكة تتعجب من هذا الصلصال الأجوف الذي لا روح فيه ولا يتحرك. أما إبليس فكان من الجن، ولكنه كان بيعبد الله سبحانه وتعالى وكان بيتقرب إلى الله زي الملائكة تمام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيسمح له أنه يطلع في السماء وأنه يدخل الجنة ويبقى مع الملائكة. وكان إبليس هو الجن الوحيد اللي كان مع الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يسجدوا لآدم. كان إبليس بيقترب من آدم وهو صلصال ناشف مفهوش أي روح، أجوف، ما بيتحركش. كان بيدخل جوه جسمه ويخرج تاني، فيلاقيه من جوه أجوف ما فيهوش أي روح، فكان بيطلع منه وهو مغرور بنفسه، فرحان جدا بنفسه إنه أحسن من هذا المخلوق الضعيف. فضل آدم في هذا الحال، جسد لا روح فيه، حتى نفخ الله فيه الروح. كانت الرأس هي أول شيء بيدخل فيه الروح، فعطس آدم، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال آدم: الحمد لله. وبذلك كان آدم أول إنسان يحمد الله على وجه الأرض. لما وصلت الروح لعين آدم شاف ثمار الجنة بعينه وقعد يتأمل فيها. لما وصلت الروح لبطنه اشتهى الثمار بتاعت الجنة وكان نفسه يأكلها، فحاول إن هو يقوم علشان يقطف الثمار دي، ولكن كانت الروح لم تصل بعد لرجله
فلم يستطع أن يقوم، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان دايما مستعجل على طول. كانت الروح كل ما بتدخل في جزء من جسم آدم كان بيتحول إلى لحم ودم. بعدها مسح الله على ظهر آدم فخرجت كل ذرية آدم اللي هتتولد حتى يوم القيامة، وتعرضوا كلهم على سيدنا آدم كل واحد بشكله اللي هيبقى عليه. كان أهل الجنة كل واحد فيهم بيكون ليه نور ما بين عينه. سيدنا آدم كان بيبص عليهم وهم واقفين، فلقى في واحد النور اللي بين عينيه ساطع جدا وجميل جدا، فتعجب سيدنا آدم وسأل ربه: يا رب من هذا؟ فأجابه الله سبحانه وتعالى: إنه رجل من ذريتك اسمه داود. فسأله آدم: كم عمره؟ فقال الله سبحانه وتعالى: 60 سنة. فآدم قال له: يا رب زده من عمري 40 سنة. فأصبح عمر آدم 1000 سنة إلا 40، وأصبح عمر داود 100 عام. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لآدم بالأسماء كلها، بأسماء كل المخلوقات: الشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم والسماء والأنهار والبحار، كل حاجة موجودة على سطح الأرض وعلى وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى عرفها لآدم. أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم تكريما له لأنه من خلق الله، فأطاعت الملائكة الله سبحانه وتعالى وسجدت لآدم، إلا إبليس أخذه غروره أن يسجد لمخلوق أضعف منه، عصى أمر ربه ورفض أن يسجد لآدم. غضب الله على إبليس وأسماه الشيطان الرجيم الطاغوت اللعين، وتوعده الله سبحانه وتعالى هو وكل من يتبعه ويسمع كلامه ويمشي وراه، توعدهم بالعذاب الأليم. طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من رحمته وطرده من الجنة. سكن آدم في الجنة ولكنه كان وحيدا، ما عندهوش حد يسلي ولا يصحبه، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ما يشعر به آدم. في يوم نام آدم نوم طويل، في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى خلق له زوجة يسكن إليها وتصاحبه وتسلي، خلقها من ضلع من أضلع آدم الشمال وسماها الله حواء. لما صحي سيدنا آدم من النوم ولقي حواء فرح بها فرحا كبيرا وأعجبته كثيرا. كان آدم وحواء عايشين في الجنة في نعيم، لا يشعرون لا جوع ولا عطش ولا حرارة شمس، يأكلوا من كل ثمار الجنة وأشجارها ما عدا شجرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم إن هم يأكلوا منها. التزم آدم وحواء بأوامر الله سبحانه وتعالى وما كانوش بيقربوا أبدا من الشجرة المحرمة عليهم أو الممنوعة منهم، وبيأكلوا من باقي أشجار الجنة، وكانوا عايشين في سعادة وسرور وهناء. استنوني في الجزء الثاني من قصة سيدنا آدم عليه السلام. أشوفكم على خير.